طيب انا دلوقتي بجهز هعمل رز بشعريه، قلت لحضراتكم شويه رز بشعريه انما يعني ايه حلوين بجد. طبعا هنقول مقاديرنا، اللي بيحب الشعريه كتير هيحط كوبايه على 3 كوبايات رز، اللي ما بيحبش الشعريه كتير يحط نص كوبايه. خلاص هبدا كده اخد ماده دهنيه اللي هو الزيت، وده لو ما عنديش مرق او ما عنديش اي حاجه. بسم الله هاخد كده، بصوا مش كتير، معلقتين زيت، ما بحبش اغمرها. طب لو انا عايزه اطعمه بحاجه هتحطوا نقطتين زيت، معلقه صغيره قد كده من السمنه البلدي اذا انتوا حابين تستخدموا السمن البلدي، معلقه صغيره من السمن البلدي ما تضرش. لكن السمن الصناعي ما بعملوش قوي، ما بحبش اعمل بيه الحقيقه الرز. بصوا بقى ايه اللي هيدي الطعم، تعالوا كده نشوف. عندي هنا شايفين دول 3 حبات من المستكه، هحطهم لازم في الماده الدهنيه عشان تدوب. ما بيدوبش الا في ماده دهنيه، لو حضراتكم حطيتوه بعد ما تحمروا وتحطوه فوق الميه هتفضل زي ما هي وهتلزق في جوانب الحله وهتضايقكم. بصوا كده شايفين خلاص اختفت اهي، حطيناها دابت تماما في وسط الايه الزيت. هننزل بقى الشعريه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقلب لحد ما تاخد اللون الحلو. ومعانا ام جوزيف، السلام عليكم. أنا صباح الخير يا شيف عظيمة. صباح الفل عليك يا أم جوزيف الغالية، ازيك يا قلب، ربنا يخليك وتسلم إيديكي. تسلم يا حبيبتي كتر خير. قلب ربنا يخليكي يا رب. عاملة إيه؟ قولي لي. لا كويسة، ربنا يخليكي يا رب. حبيبتي. عايزة اللي عدت بالكشري اللي عدت أصفر بالرز، يا رب يخليكي. من عين أنزله لك حالا، ده إحنا عملناه ما شفتيش الحلقة ولا إيه؟ بأمانة لا ما شفتهاش بصراحة. لا حالا، هنزل لك مقاديره حالا من عيني. حبيبة قلب رب. طب العصاير بقى عشان الحر دي، العصاير والبتنجان اللي انت عايزاه الني اللي هنخليه له الاسبوع الجاي في حلقه مخللات. بس طيب من عينيا عينيا يا ام جوزيف. حاضر، نزل لنا يا نودي بعد اذنك الكشري الاسكندراني، الطريقه الجميله اللي احنا عملناها على طريقه الاسكندرانيه، تحيه لكل اهل اسكندريه. كده بصوا بقى هنحمر كده، برضو انا بحاول اقنن شويه الدهون. بصوا احنا عايزين يعني ايه، احنا في ايدينا على فكره، احنا في ايدينا كل حاجه. كنت مره عند ناس ولقيت المعلقه بتاعه السمن، كان زمان يعني كنت انا لسه يعني ما اتجوزتش ولا حاجه، ولقيت معلقه من السمن كبيره جدا بنعمل بيها الرز. انا شفت المنظر ده ما قدرتش، انا قلت لو اكلت الرز ده اكيد بطني هتوجعني، انه مش متعوده في بيتنا ان احنا نعمل حاجات تقيله، دايما كان الاكل يبقى نايف ني زي ما حضراتكم بتشوفوه كده، طواجن تطلع كده. والرز بنحط سمنه بلدي، احنا من الناس اللي بتاعت على قديمه يعني، ولكن بمعيار يعني، مش بالكترة عشان نقدر نبقى الدنيا جميلة وكويسة. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي أنا حبيت أقولها لحضراتكم، إنه مش بالكترة، مع الوقت بتبقى، ما هو كل شيء لو زاد عن حده بينقلب إلى ضده. يعني إيه، أنا مسموح لي إن أنا أخد، هي صحية لكن صحية بنسبة، وليست صحية إن أنا أخد منها بالكبشة وأحط منها كميات رهيبة. طيب في ناس كمان بتبقى مش هتقدر تستخدم الزيت، مش عايزة تحمر يعني، تعبانين وربنا يشفيهم ويعافيهم، هشوح الشعرية دي أحطها في أي صاج أو طاسة تدخل الفرن وأحمصها في الفرن من غير اي ماده دهنيه خالص، هتطلع لونها ذهبي وهتبقى صحيه جدا للناس اللي حابه ده. وبنضيف بقى الميه، او ما بنستخدمش يعني حاجات تقيله، بيتعمل بميه بدون ماده دهنيه خالص، يا دوب رشه الملح البسيطه. طيب كده هنشوح بقى. طبعا المستكه دي بتدي طعم كده حلو قوي بالذات مع الرز الابيض والرز اللي بشعريه. خلاص في ناس ساعات تحب تعمل الرز ده بلسان عصفور، او تعمله مثلا بالحاضر، او تعمله مثلا بايه ميه. هنا بصوا لازم تكون بتغلي معايا ميه، بشغل الكتل عشان عقبال ما يخلص احط ميه بتغلي علشان يبقى الرز طالع مظبوط ويطلع مفلفل. ولو حطيت ميه ساقعه الرز بيقفش وما بيبقاش حلو. ولو جيتوا حضراتكم لاي حاجه بتغلي على النار عايزين تحطوا لها ميه، ضيفوا لها دايما مرق سخن، ميه سخنه عشان ما توقفوش السوا بتاعها. كده بنقلب بقى تقليبه حلوه. بصوا انا بحبه ما بين الحاجتين يعني، في منه لونين، لون ذهبي فاتح ولون غامق، ما بحبش كله يبقى لون واحد، بيطعم كده بشكل جميل. نبدا بقى اجهز هنا جنبي الملح، بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن انا هسقيه بميه عشان قلت لحضراتكم ان انا مش هعمل فيه مرق، عندكم مرق لو موجود هتسقوه بيه تمام.
طيب هنقلب بقى تقليبه حلوه كده. بسم الله. هحط الرز، الرز كل كوبايه رز مصري عليها كوبايه ميه سخنه او مرق. هنقلب كده، بس لازم احط معلقه الملح اهي، وهنقلب. ودايما بعمل توازن، يعني انا حطيت دلوقتي ملحت كويس في صينيه البطاطس وهي ملحها مظبوط، الفراخ مظبوطه. طيب الرز حتى لو مش مظبوط ملحه بدرجه كبيره الا انه هيظبط معانا. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، ياخد بس ايه تشويحه كده، وهناخد الميه السخنه وناخد معانا ام اسلام. يا صباح الفل. يا صباح الهنا. اهلا اهلا مني انا. بسم الله. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا غالية؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، وحشاني والله. انت اكتر والله، انت اكتر. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلمي. دايما منوره الدنيا كلها. الله يسعد قلبك حبيبه قلبي. ربنا يخليك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين يا روح قلبي، امين، ويخليكوا ليا والله. ربنا يخليك يا حبيبتي ودايما منوره الدنيا كده، ودايما ممتعنا بوصفاتك الجميله. ربنا ما يحرمني منكم ابدا. تسلمي لي يا ام اسلام. فعلا يعني مش قادره اقول لك بجد، يعني اي حاجه ما بتخبيهاش. وانا يعني بصي يعني انت قد بنتي حبيبتي، لكن والله ما تكبريش نفسك، انا اكبر من ابنك. لا 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 معلش. والله بتعلم منك حاجات كتير قوي حبيبتي قلبي والله. يا حبيبتي تسلمي. ربنا يخليكي ليا يا رب، ويخليكي لكل جمهورك، ويخليكي لينا حبيبتي. تسلمي لي. وسلامي لكل كرو البرنامج. الله يسعد قلبك، صباحك زي الفل ورضا من رب العالمين ان شاء الله يا حبيبتي. شكرا ليك. شكرا ليك يا ام اسلام، نورتينا وشرفتينا حبيبه قلبي. بصوا بقى خلاص، اول ما بيغلي هديت النار خالص وهبدا اوطي النار. انا هديت خالص يعني هنا ايه، شفتوا بقى اول ما غلي غلوه على طول اهدي، هسيبه بقى يتشرب براحته. حطيت بس فصين حبهان يدوا طعم كده مع المستكه جمال، وتاكلوا احلى رز بالشعريه ان شاء الله. اسمحوا لنا بقى نطلع استراحه، هنرجع بعد الاستراحه نبدا في وصفات جديده ومهارات جديده مستنيه حضراتكم.